بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع ميز ابخونتيساج اون فرونسي، تعلماتي في اللغة الفرنسية. اينو بخونو لا باج 154، ثم نأخذ الصفحة رقم 154. لا باج 154، لا باج 154. إذن كما نلاحظ هنا 150، إذن نتكلم عن 150، 4. إذن 154. أودي بدو لا باج في أول الصفحة، كما نلاحظ عندنا ليغ إس إكزارسي إكس زد، ليغ إس إكزارسي قراءة وتمرن إكس زد، إكس زد، إكس زد. طبعا عبر هذه الفقرات سنرى هذ الحرفين ليغ إس إكزارسي إكس زد، طبعا كما في كلمة بوكس، بوكس كما في كلمة بوكس، كلمة ملاكمة بوكس، إذا نتكلم عن ملاكمة، أو كما في كلمة ليزار، ليزار إذا نتكلم عن السحلية لو ليزار، لو ليزار. إذا طبعا هنا عندنا زد، لو ليزار عندنا لا لتر زد. ثم في كلمة بوكس، كلمة ملاكمة، عندنا لا لتر إكس، أون لا لتر إكس، عندنا حرف إكس. Nous prenons le premier paragraphe. Vrai ou faux. نأخذ الفقرة الأولى، صحيح أو خطأ. Vrai ou faux. صحيح أو خطأ. طبعا في حالة إذا أردنا أن نقول صحيحة أو خاطئة، في حالة المؤنث طبعا vrai سنضيف e، أما مع faux فنقول false. مثلا une phrase vraie، جملة صحيحة، طبعا نضيف e، une phrase fausse، جملة خاطئة. طبعا هنا نتحدث عن vrai ou faux بصيغة المذكر. إذن عندنا chaperon rouge a rencontré le chat، chaperon rouge a rencontré le chat، chaperon rouge a rencontré le chat. إذن chaperon rouge حسب النص الذي رأينا فيما سبق، هل هي التقت القط؟ Ou bien, chaperon rouge a rencontré le lion. Chaperon rouge a rencontré le lion. Et dans chaperon rouge, il taqat al-asad. Taban, kima tlahdo hna, adna le verbe rencontrer, moussarraf, au passé composé. Le verbe rencontrer est conjugué au passé composé. Adna d'l-fi al-ada moussarraf, fi al-madi. أو الماضي المركب. إذن طبعا مصرف مع لوكسيليغ أفواغ، مصرف مع لوكسيليغ أفواغ. طبعا كأنها قامت بشيء لهد الحيوان، كأنها قامت بشيء للحيوان. شابيرون روج أغونكونتخي لو شا، التقت القط، كأنها قامت بشيء ما للقط، رغم أنها هي التي التقت بنفسها وبذاتها. تنصرف الفعل مع لوكسيليغ أفواغ، هم يقولون هكذا شابيرون روج a rencontré le chat. إذن كما ذكرنا نقول j'ai rencontré، tu as rencontré، أنت التقيت، il a rencontré، هو التقى، أو كما عندنا هنا elle a rencontré، هي التقت، أو bien chapeau rouge a rencontré. ثم nous avons rencontré، vous avez rencontré، ils ont rencontré. إذن طبعا بنفس الطريقة. إذن شابيرون روج a rencontré le lion، إذا شابيرون روج التقت الأسد، أو رأينا في النص السابق شابيرون روج a rencontré le loup، شابيرون روج a rencontré le loup، يعني شابيرون روج أن التقت الذئب، صاحبة الرداء الأحمر التقت الذئب، أو بيا شابيرون روج، شابيرون روج n'a pas parlé avec le loup. إذن طبعا سنختار الجمل الصحيحة، شابيرون روج نا با بارلي افيك لولو، يعني أن شابيرون روج لم تتحدث. نحيدو هاد لا نيغاسيون، نحيدو هاد النفي اللي هي لا نيغاسيون. ماذا سنقول؟ سنقول شابيرون روج ا بارلي
أ بارلي بحال اللي شفنا قبل، أ رونكونتري، أ رونكونتري يعني أن التقت بنفس الطريقة. ملي نبغيو نصرفو شي فعل طبعا في الباسي كومبوزي، إلا كان الفعل من الدرجة الأولى الفعل تنتهي بأو إغ، وإذا كان يصرف مع أفواغ طبعا يصرف بهذه الطريقة، يصرف بهذه الطريقة. إذن شابيرون روج أ بارلي يعني أن شابيرون روج أنها تحدثت، أنها تكلمت أفيك لولو مع الذئب، مع الذئب. لكن الذي عندنا هنا عندنا شابيرون روج نا با بارلي أفيك لولو، يعني أن شابيرون روج لم تتكلم أفيك لولو مع الذئب. ممكن نقوم بنفس العمل على الجمل السابقة، ممكن نقوم بنفس العمل على الجمل السابقة، على الجمل السابقة نطبق عليها لانيغاسيون. ماذا سنقول؟ شابيرون روج نا با رونكونتري لو شا، شابيرون روج لم تلتقي القط. شابيرون روج نا با رونكونتري لو ليون، شابيرون روج أنها لم تلتقي الأسد. شابيرون روج نا با رونكونتري لو لو، شابيرون روج أنها لم تلتقي الذئب. إذن ما هي الجملة الصحيحة من بين هذه الجمل؟ طبعا كما رأينا في المسابق لا بروميير فراز اي فوس، طبعا لا فراز ا اي فوس، الجملة الأولى خاطئة. شابيرون روج نا با رونكونتري لو شا، يعني أن شابيرون روج لم تلتقي في الحقيقة القط. pour la deuxième phrase de la même façon elle est fausse، يعني الجملة الثانية هي بنفس الطريقة خاطئة. شابيرون روج نا با رونكونتري لو ليون، يعني أن شابيرون روج لم تلتقي الأسد. قلنا لا فراز سي شابيرون روج ا رونكونتري لو لو، طبعا حسب النص لا فراز سي اي فري، لا فراز سي اي فري، الجملة سي صحيحة. شابيرون روج ا رونكونتري لو لو، كما رأينا الجملة سي أنها صحيحة لأن صاحبة الرداء الأحمر اللي هي الطفلة أن التقت الذئب، كانت تسير في الطريق فالتقت الذئب كما رأينا. اي اوفا اون لا فراز دي، في النهاية عندنا الجملة دي شابيرون روج نا با بارلي افيك لولو، شابيرون روج نا با بارلي افيك لولو. طبعا كما رأينا فيما سبق عندما سألها الذئب، عندما الذئب سأل شابيرون روج سألها عن ماذا؟ سألها عن وجهتها، سألها أين هي ذاهبة. ماذا فعلت شابيرون روج؟ il lui montre de l'index la maison de sa grand-mère، هي أشارت له بالسبابة إلى منزل جدتها البعيد. إذن طبعا هي لم تتكلم، طبعا كما رأينا في النص أنها لم تتحدث بل أشارت له. إذن ممكن أننا نعتبر الجملة دي أيضا صحيحة، شابيرون روج نا با بارلي افيك لولو، سات فراز اي فري، إذن هذه الجملة صحيحة. Après on a le deuxième paragraphe. Je repère et je lis le mot où je vois X. Je repère يعني أنا أعلم. Et je lis ثم أنا أقرأ les mots الكلمات où je vois X. أو حيث. إذن هذه الكلمات غتولي بحال المكان، مكان ديالهاش، حيت عندنا هنا أو تدل على المكان. هاد أو اللي عندها أكسون ماشي أو لتتعني أو، يعني هذا أو هذا ديال الخيار. لا، نتحدث عن أو اللي عندها أكسون هنا، المقصود بها أين أو بمعنى آخر حيث. إذن حيث يوجد المعمل، حيث توجد الشجرة، أنا أتحدث عن هذا المنزل حيث يسكن أحمد مثلا. إذا نتكلم عن المكان الذي يسكن فيه أحمد، إذا هذا حيث هي أيضا تدل على المكان. إذا نتكلم هنا عن أو الخاصة بالمكان، طبعا هنا هذه الكلمات كأنها مكان أو جوا إكس، حيث أنا أرى فيها إكس. إذا هذه الكلمات غتولي بحال المكان اللي توجد فيه ماذا؟ اللي تتوجد فيها حرف X. إذن je repère et je lis les mots، أنا أعلم ثم أنا أقرأ les mots ثم أنا أقرأ الكلمات
او جو فوا اكس، او جو فوا اكس. كما نقول اين انا ارى اكس، او حيث انا ارى اكس. طبعا عندنا هنا جو فوا، جو فوا هذا لو فيرب فوار، جو فوا هذا لو فيرب فوار، هذا فعل راى. نقول جو فوا انا ارى، ارى الان. اما في الماضي فنقول جي في، جي في انا رايت، هذا في الماضي. اما هنا تنتكلموا على الحاضر، جو فوا انا ارى الان، جو فوا تي فوا انت ترى، il voit هو يرى. طبعا كلهم تيتنطقوا بحال بحال، ولكن في الكتابه راه مش بحال بحال. كما تنشوفوا il voit عندها الطي، او elle voit هي ترى، طبعا بنفس الطريقه عندها الطي في الاخر، عندها الطي في الاخير. اذا je vois tu vois il voit، ثم معنا نقول nous voyons، nous voyons نحن الان نرى. vous voyez، vous voyez انتم ترون الان. il voit هم يرون، il voit هم يرون. طبعا في الماضي كما قلنا نقول j'ai vu، j'ai vu، je t'ai vu، je t'ai vu انا رايتك، او انا رايتك، je t'ai vu انا رايتك، او رايتك. j'ai vu، j'ai vu انا رايت. tu as vu انت رايت، tu as vu انت رايت، او انت رايتي. il a vu هو راى. nous avons vu، nous avons vu نحن راينا. vous avez vu انتم رايتم. ils ont vu، ils ont vu. تنصرفوا avoir مع je، مع tu، مع il. اذا نصرف avoir مع الضمائر، ثم نضيف له لو بارتيسيباس الخاص بالفعل، بحال اللي عندنا هنا لو بارتيسيباس الخاص بفعل voir هو في، هو في، تبقى تكرر مع الصرف كله. طبعا نعود الى الصرف اللي عندنا هنا اللي هو لو بريزون، ماشي لو باسي كومبوزي، تيتصرف الفعل كله، ما تنصرفوش لوكسيليير افوار او اتر في حالات اخرى، ثم نضيف له لو بارتيسيباسي، بل نصرف الفعل بنفسه. اذا نقول جو فوا، تي فوا، ايل فوا، نو فويون، فو فويي، فو فويي، ايل فوا. اذا عندنا هنا جو روبير اي جو لي لي مو، اي جو لي لي مو، او جو فوا اكس، انا اعلم ثم انا اقرا الكلمات حيث انا ارى اكس. اذا ناخذ الكلمه الاولى لو برونو، لو برومي مو، ان بوكسور، ان بوكسور. طبعا راينا قبل قليل بوكس، هنا لا بوكس، اذا نتكلم عن الملاكمه. هنا ان بوكسور، اذا نتكلم عن ملاكم، ملاكم، ان بوكسور. سو مو كومبرون لا لتر اكس، بور سو مولا جو فوا اكس. اذا بالنسبه لهذه الكلمه انا ارى اكس. سي لو برونو لو دوزيام مو، هنا لا بوكس، عندنا الملاكمه، لا بوكس، لا بوكس يعني الملاكمه، بور سو مو جو فوا اكس. بالنسبه لهذه الكلمه انا ارى لا لتر اكس، انا ارى الحرف اكس. ابخي هنا ان تاكسي، ابخي هنا لو مو تاكسي، ابخي هنا ان تاكسي، بيان سور دو لا ميم فاسون جو فوا اكس، اذا بنفس الطريقه انا ارى اكس. ابخي هنا ان تكست، ان تكست يعني نص، النص، النص الذي نكتبه يسمى ان تكست. اي دو لا ميم فاسون جو فوا اكس، انا ارى اكس. لو مو سويفون اون اون بيسيكليت، اذا عندنا دراجه. بور سو مولا اون نو فوا با اكس، اون نو فوا با اكس يعني اننا لا نرى اكس. لو مو سويفون اون اكسبليكاسيون، اون اكسبليكاسيون، اذا نتكلم عن شرح. اذا نقول لو ماتر اكسبليك لا لوسون، المدرس يشرح الدرس. اكسبليكي المقصود بها شرحه، ليكسبليكاسيون يعني الشرح. الوغ بيان سور كوم نو فويون سو مو كومبخون لا لتر اكس، سو مو كومبخون لا لتر اكس. اذا هذه الكلمه تتضمن الحرف اكس، بمعنى اخر جو فوا اكس، انا ارى اكس. ابخي اون فيكس، فيكس كما نقول ثابت، ومنها لو فيرب فيكسي، فيكسي يعني انك تثبت شيئا. فيكسي المقصود به ثبت، فيكسي المقصود به ثبت، فيكس يعني ثابت. نتكلم مثلا عن تليفون فيكس، اذا نتكلم عن هاتف ثابت. اذا
De la même façon, on pose la même question. Est-ce que ce mot comprend ou ne comprend pas la lettre X? Bien sûr, comme nous le voyons, ce mot comprend la lettre X. Ce mot comprend la lettre X. إذن هذه الكلمة تتضمن الحرف X. Nous passons au troisième paragraphe. J'entends ou je n'entends pas un. J'entends ou je n'entends pas un. أنا أسمع أو أنا لا أسمع صوت ز. Pour le numéro 13, pour le numéro 13, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas z? Pour le numéro 13, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son z? طبعاً كما نلاحظ أننا نسمع هذا الصوت. Pour le numéro 12, pour le numéro 12, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son z? Est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son z? De la même façon, on l'entend. بنفس الطريقة أننا نسمعه. Après, on a l'avion et on pose la question. Est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son z? Est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son z? إذن هل نسمع أو لا نسمع الصوت z? Bien sûr, comme nous le voyons, le mot avion ne comprend pas le son z. إذن كلمة avion لا تتضمن صوت z. Après, on essaye z. On pose la même question. Avec le mot 16, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son z? Avec le mot 16, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son z? إذن مع كلمة 16, هل نسمع أو لا نسمع الصوت z? Bien sûr, comme nous l'entendons, le mot 16 comprend le son z. طبعا كلمة 16 تتضمن الصوت z. Après, on a 0. بعد عندنا صفر. Est-ce que le mot 0 comprend ou ne comprend pas le son z? Est-ce que le mot 0 comprend ou ne comprend pas le son z? هل كلمة صفر تتضمن أو لا تتضمن الصوت z? Il le comprend. Il le comprend. يعني هو يتضمنه. Le mot 0 comprend le son z. طبعا كلمة 0 أنها تتضمن الصوت ز. Après on a لوزو. لوزو. لوزو يعني حديقة الحيوانات تسمى لوزو. Comme nous le voyons, ce mot-là comprend le son ز. Le mot زو comprend le son ز. Après on a 14. 14. Et de la même façon, le mot 14 comprend aussi le son ز. Le mot 14 comprend aussi le son z. طبعا كلمة 14 طبعا كلمة 14 أنها تتضمن الصوت z. Après on a 20. 20. Comme nous le voyons, le mot 20 ne comprend pas le son z. Le mot 20 ne comprend pas le son z. طبعا كلمة 20 لا تتضمن هذا الصوت. Ensuite on a le mot 15. Après, on a 15. De la même façon, le mot 15 comprend le son z. Le mot 15 comprend le son z. كلمة 15 تتضمن هاد الصوت. Après, on a 0. Bien sûr, comme nous le constatons, le mot 0 comprend le son z. Le mot 0 comprend le son z. Après, on a 30. 30. Télétoon. Comme nous l'entendons, le mot 30 ne comprend pas du tout le son z. طبعا كلمة télétoon لا تتضمن بالمرة هذا الصوت. Et enfin, on a 11. Et enfin, on a 11. 11. 11. Comme nous le constatons, le mot 11 comprend le son z. Le mot 11 comprend le son z. طبعا كلمة 11 تتضمن صوت ز. Et enfin, nous prenons le quatrième paragraphe. وفي الآخر نأخذ الفقرة الرابعة. Je trouve ce qui manque et je lis. Je trouve ce qui manque et je lis. أنا أجد الذي. أنا أجد الذي يخص. أنا أجد الذي ينقص. Il me manque. المقصود أنه ينقصني. Il me manque. أنه ينقصني. إذن تي مو مونك
اهتمامك المقصود أنت تنقصني، المقصود أنني أحب أن تكون معي. اهتمامك طبعا هنا عندنا لو فيغ مونكي، جو تروف سو كي مونك اي جو لي، أنا أجد الذي ينقص اي جو لي، ثم أنا أقرأ. عندنا على اليسار ا غوش اون لو بوكسور اي، ثم جو في ا ليكول اون، شابيرون روج ا، ال ا بور لو بوكسور اي، يعني الملاكم هو. جو في ا ليكول اون، انا اذهب الى المدرسه بي، ثم شابيرون روج ا، شابيرون روج عندها او شابيرون روج اذا كان بعد هذا ا فعل، المقصود بأن قامت بشيء. طبعا هنا حالتين، شابيرون روج ا يعني شابيرون روج صاحبة الرداء الأحمر ا، إذا كان بعدها هاد ا، إذا كان بعدها اسما هاد ا تفيد الملكية، المقصود هنا شابيرون روج عندها. أما إذا كان بعدها هاد ا اللي هو افوار، طبعا مصرف مع ال، نقول ال ا شابيرون روج ا، إذا شابيرون روج ممكن يكون بعد هاد ا، ممكن يكون بعده فعل، اذا المقصود بان شابيرون روج قامت بفعل. ال ا بور، اذا طبعا بور يعني الخوف، اذا نقول لا بور يعني الخوف، ال ا بور يعني هي عندها خوف، اذا كما نلاحظ بان هاد ا تفيد الملكيه. ولكن اذا كان بعدها لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ما، إذن هنا يصبح عندنا لو باسي كومبوزي الخاص بهذا الفعل. مثلا نقول ال ا مونجي، كما نلاحظ هنا مونجي هذا فعل، إذن طبعا أخذنا منه لو بارتيسيباسي الخاص به ثم وضعناه بعد هذا ا، إذن المقصود هنا هي أكلت، ال ا مونجي هي أكلت، المقصود أنها قامت بفعل. ثم عندنا دو ليزار، دو ليزار طبعا ليزار المقصود به الحيوان الزاحف الذي رأينا. ثم تخيزون، تخيزون يعني 13 سنة. ثم تخيفور يعني بقوة، تخيفور يعني بقوة. تاكسي، تاكسي. إذن لو بوكسور اي تخيفور، إذن ممكن نقول لو بوكسور اي تخيفور. هل يمكن أن نقول مثلا لو بوكسور اي دو ليزار، اي دو ليزار؟ إذن الملاكم هو من الحيوان الزاحف، أو نقول مثلا لو بوكسور اي تريزون، يعني الملاكم هو نفسه ذاته، كما تلاحظوا عندنا اي هذه راجل اتخ، تنوضعها في الوقت الذي نريد أن نقول بأن هذا الفاعل هو كذا وكذا. هل يمكن أن نقول مثلا هنا لو بوكسور اي تريزون، يعني أن الملاكم هو ذاته نفسه 13 سنة؟ طبعا لا يمكن أن نقول هذا، ممكن نقول لو بوكسور ا 13 ans، يعني الملاكم عنده 13 سنة، نستعمل افوار. طبعا في هذه الحالة غيكون افوار فعل وليس اوكسيليير، لأن ما جاش مورا فعل. هل يمكن أن نقول لو بوكسور ا تري فور؟ طبعا هذا هو الصواب، نقول لو بوكسور اي تري فور، يعني ان الملاكم قوي جدا، قوي جدا او بقوه. مثلا جو فراب كما قلت في البدايه بقوه، جو فراب تري فور، انا اضرب بقوه. ولكن كاين الحاله الاخرى لو بوكسور اي تري فور، يعني ان الملاكم جد قوي. عندنا هنا لو بوكسور اي، لو بوكسور اي، الملاكم هو تري فور، كما نقول بقوة المقصود أنه جد قوي، أنه جد قوي. هل يمكن أن نقول لو بوكسور اي تاكسي؟ لا يمكن أن نقول هذا، الملاكم هو تاكسي. ثم ننتقل إلى الجملة الموالية، جو في ا ليكول اون، جو في ا ليكول اون، أنا أذهب إلى المدرسة بي. هل يمكن أن نقول مثلا جو في ا ليكول اون دو ليزار، أنا أذهب إلى المدرسة بي من الحيوان الزاحف؟ طبعا نتكلم عن السحلية، هل يمكن أن نقول هذا؟ طبعا لا يمكن أن نقول هذا. ثم هل يمكن أن نقول جو في ا ليكول اون 13 ans، أنا أذهب إلى المدرسة في 13 سنة؟ إذا هذا الكلام غير موجود.
هل يمكن أن نقول مثلا Je vais à l'école en très fort. أنا أذهب إلى المدرسة بقوي جدا أو بقوة. لا يمكن أن نقول هذا. هل يمكن أن نقول مثلا Je vais à l'école en taxi؟ طبعا يمكن أن نقول هذا وهذا هو الصواب. Je vais à l'école en taxi. أنا أذهب إلى المدرسة. أنا أذهب إلى المدرسة بالتاكسي. نأخذ الجملة سي. Nous prenons la phrase C. Chaperon rouge A. Chaperon rouge A. هل يمكن أن نقول Chaperon rouge عندها. Chaperon rouge عندها. أو Chaperon rouge قامت بشيء ما. لأن عندنا هنا أفواه. إحنا باقي ما عرفناش. واش هو فعل إلا كان مراه اسم. واش هو مساعد إلا كان مراه فعل كما ذكرنا. هل يمكن أن نقول مثلا شابيرون روج آ دو ليزار. شابيرون روج آ دو ليزار. شابيرون روج عندها ميناء السحلية. طبعا لا يمكن أن نقول هذا. شابيرون روج آ دو ليزار. هل يمكن أن نقول مثلا شابيرون روج آ تخيزون. شابيرون روج عندها 13 سنة. طبعا هذا هو الصواب. شابيرون روج آ تخيزون. طبعا هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح. شابيرون روج آ تخيزون. شابيرون روج آ تخيزون. نكمل فقط لنرى بقية الأجزاء. شابيرون روج آ تخي فور. شابيرون روج عندها بقوة. لا يمكن أن نقول هذا. شابيرون روج آ تاكسي. ممكن نقول شابيرون روج آ أن تاكسي. شابيرون روج عندها تاكسي. ممكن يكون هذا. لكن الذي عندنا هنا طبعا في النصوص هذا غير موجود. ثم ننتقل إلى آخر جملة. Nous prenons la dernière phrase. Elle a peur. هي عندها خوف. Elle a peur. هي عندها خوف. هم يقولون هكذا. لا يقولون هي تخاف. La peur. La peur. يعني الخوف. مثلا نقول J'ai peur. أنا عندي خوف. J'ai. عندنا هنا لو فيرب أفواغ. لأنني لم أقول J'ai mangé. أو أقول مثلا جي بارلي. بحيث أن هاد أفواغ يكون بعده فعل. هنا كما تلاحظوا عندنا بعد هاد أفواغ كاين اسم. إل أ بوغ. هي عندها خوف. إذا طبعا عندنا هنا فعل. إذا إل أ بوغ دي ليزار. هي تخاف من السحلية. هذا هو الصحيح. هي تخاف من الحيوان الزاحف الذي رأينا. إل أ بوغ دي ليزار. هي تخاف من السحلية. هي تخاف من هاد الحيوان الزاحف. Elle a peur 13 ans. هي تخاف 13 سنة. لا يمكن أن نقول هذا. Elle a peur très fort. Elle a peur très fort. لا نقول هذا. Elle a peur du lézard. Elle a peur du lézard. Elle a peur du lézard. هي عندها خوف من السحلية. هي عندها خوف من الحيوان الزاحف الذي رأينا. Elle a peur du taxi. Elle a peur du taxi. هي تخاف من التاكسي. ممكن يكون هذا صحيح. لكن عندنا هنا Elle a peur taxi. طبعا لا يمكن أن نقول هذا. نستكمل مع هذا الكتاب في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.